مساء الخير على كل مشاهدي قناه اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم اخبار اون تايم. ان شاء الله يا رب تكون حلقه مميزه كالعاده، وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم يكون لنا جوله مع اخبار منتخبنا الوطني وكل تفاصيل مشاركته في بطوله كاس الامم الافريقيه التي ستقام في كوتوفوار. وايضا هنتابع اخر المستجدات على الساحه المحليه والعالميه، واخر واهم وابرز الالعاب الاخرى. كل ده تحت شعار ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وكمان بتختلف في عاداتها وتقاليدها، لكن حاجه واحده بس هي اللي بتجمعها ما فيش شك، هي الرياضه. خلونا نبدا زي ما احنا متعودين مع حضراتكم مع ابرز العناوين. المنتخب الوطني يخوض مرانه الثاني اليوم بكوت ديفوار استعدادا لمواجهه موزمبيق بامم افريقيا. اليوم الاهلي يستأنف تدريباته وكولر يصعد عددا من الناشئين. تفاصيل بسيطه تقرب الزمالك من حل ازمه ايقاف القيد. الليله برشلونه يواجه اوساسونا في نصف نهائي السوبر الاسباني. من العناوين هنبدا معاكم اخبار منتخبنا الوطني. هنبدا حديثنا النهارده من عند منتخبنا الوطني اللي بيواصل تدريباته لليوم الثاني في كوت ديفوار استعدادا لمواجهه موزمبيق الاحد المقبل في الجوله الاولى من بطوله الامم الافريقيه التي تنطلق يوم السبت بمشاركه 24 منتخبا. ويقع منتخب مصر مع غانا وكاب فيردي وموزمبيق ضمن منافسات المجموعه الثانيه. امبارح المنتخب بقياده فيتوريا خاض اول مران ليه بعد الوصول مساء يوم الثلاثاء لكوت ديفوار في وقت متاخر، وبدا المران بتدريبات بدنيه ثم جمل فنيه وتقسيم وتسديد على المرمى تحت اشراف الجهاز الفني للمنتخب، ثم خضع اللاعبون للاستشفاء. فيتوريا عقد جلسه خاصه مع اللاعبين لتحفيزهم قبل ضربه البدايه امام موزمبيق، وطلبهم بالتركيز الشديد لتخطي البدايه، وقال لهم دخلنا مرحله الجد وليس امامنا سوى التفكير بالعوده الى القاهره بكاس البطوله اللي غايب بقاله اكتر من فتره طويله بالتحديد 14 سنه. كمان في حديثه مع اللاعبين شدد على ان منتخب مصر هو الاكثر تتويجا بلقب امم افريقيا برصيد 7 بطولات، ولا بد من التتويج باللقب الثامن من اجل الاستمرار على عرش القاره السمراء. واشار فيتوريا الى ان التفكير في حصد البطوله يتطلب التركيز خطوه بخطوه بدءا من لقاء موزمبيق، مشددا على ان الفوز على موزمبيق وتقديم عرضا قوي هيكون بمثابه توجيه رساله قويه لكل المنافسين بقدره الفراعنه على الوصول لابعد نقطه والتتويج باللقب. اكيد كل التفاصيل بدقه بنحاول احنا نرصد كل لحظات بيعيشها منتخبنا الوطني. يسعدني ان اكون مع الزميل العزيز من كوت ديفوار من العاصمه الاقتصاديه ابيجام خالد رزق. خالد مساء السعاده عليك، وطمني عليك اولا والحمد لله على سلامتك، وقول لي ايه اخر جديد عندك من خلال تفاصيل المنتخب وانت اكتر واحد قريب. كل التحية ليك يا زميل عزيز احمد كيوان، وتحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، طبعا من العاصمة الاقتصادية ابيجان لكوت ديفوار، وهناك ايضا عاصمة سياسية وهي يومو سوكرو، وهي العاصمة السياسية لدولة كوت ديفوار. طبعا الاجواء هنا خلينا نبدا الاول بحالة الطقس وحالة الجو الاول، اللي يعني فيه شوية درجة رطوبة عالية جدا في كوت ديفوار ودرجة حارة ايضا عالية، يمكن الرطوبة شوية بتكون عائق لبعض اللاعبين، ولكن ان شاء الله تكون يعني جيدة او الرطوبة تكون منخفضة نسبيا يوم مباراة منتخبنا الوطني. طبعا المنتخب الوطني بعد وصوله الى ابيجان كان هناك استقبال ليه مميز جدا، وكان هناك تمرين بالامس شهد التمرين طبعا وجود السفير المصري، كان حريص على التواجد من قبل وصول الطائره الى المطار ووصولا لفندق الاقامه، وبيكون موجود ايضا في التدريبات، بيحاول هو والسفاره المصريه بكامل عددها لمتابعه الشعب المصري والجمهور المصري الحاضر والاعلاميين واللاعبين وكل حد يكون موجود في كوت ديفوار، بيلبوا كل الطلبات وكل الرغبات، اي حد عنده اي مشكله بيكونوا طبعا موجودين لحل اي ازمه لاي حد مصري موجود في هذا النطاق. طبعا يعني منتخبنا الوطني النهارده هيكون عنده مران، هيتحرك من فندق الاقامه الساعه 4:15 تقريبا
ويكون ميعاد المران الساعة 5. ملعب التدريب بيبعد عن الفندق الإقامة تقريبا 40 دقيقة في الزحمة أو 45 دقيقة في الزحمة، ولو الطريق بيكون فاضي نسبيا بيكون تقريبا الميعاد من 25 دقيقة ل 30 دقيقة وصولا إلى ملعب المباراة. ولكن طبعا فندق الإقامة بيقع أمام الملعب الرئيسي اللي هيكون فيه ثلاث مباريات منتخبنا الوطني، وده شيء مميز جدا. كل اللاعبين يقدروا إن هم من خلال غرف النوم يبصوا على ملعب المباراة، وطبعا جاهزية كبيرة جدا لكل الاستادات في كوت ديفوار استقبالا لها دي الاحداث. وطبعا كان في بروفات خاصه لحفل الافتتاح اللي هيكون ان شاء الله يوم 13، وايضا يعني وصل للنجم المصري محمد رمضان اللي هيكون من ضمن المطربين اللي هيحيوا حفل افتتاح في كوت ديفوار، ووصل كوت ديفوار وهيكون في ايضا بروفه خاصه للحفل. وايضا هناك يعني احتفالات بقى وتزيين للشوارع في كوت ديفوار بوجه عام لاستقبال هذا الحدث الكبير بالتاكيد، والشعب الكوت ديفواري وحتى الجاليات الموجوده سواء الجاليه المصريه او جاليات عربيه موجوده في كوت ديفوار عندهم سعاده كبيره جدا باستقبال هذا الحدث. طبعا تمنيات كل المتواجدين هنا سواء مصريين او عرب للمنتخب الوطني بجانب المنتخبات العربيه المشاركه بالتاكيد، ولكن يعني بقى حديثي مع بعض اللبنانيين اللي كانوا موجودين وبعض الجمهور اللي كان موجود بيتمنوا الفوز لمنتخب مصر. وطبعا محمد صلاح اللي بيحظى بشعبيه كبيره جدا هنا من الكوتيفوارين ايضا ومن الافارقه المتواجدين. طب لو اتكلمنا بقى عن لو اتكلمت معاك على الحاله النفسيه والبدنيه للاعبي منتخب مصر، كنت حابب اسمع منك اللي انت بتقوله. اكيد الجمهور اللي بيسمعنا دلوقتي حابب يعرف ويعيش معاك تفاصيل منتخبنا. الملعب اكيد زي ما انت قلت قريب، المعسكر فيه سياج بقى من الهدوء والاستقرار والتركيز، حابب اعرف اكتر عن هذه التفاصيل. خليني اقول لك يا كوان ان يعني المعسكر يمكن الجهاز الفني والاداري للمنتخب الوطني وايضا بعض اعضاء اتحاد الكره المتواجدين مع الجهاز، وفي تنسيق تام داخل فندق الاقامه، في نظام في الخروج والدخول، في نظام داخل فندق الاقامه، ما فيش اي اشياء توتر او تشتت افكار اللاعبين المصريين، كلهم قاعدين بتركيز كامل، والتركيز ده واضح ايضا على اللاعبين كنا موجودين معاهم وبصحبه المنتخب في الطائره الخاصه، وتابعنا كل التفاصيل من المطار وصولا الى فندق الاقامه. هناك تركيز كبير جدا من اللاعبين، في تحس ان دايما اللاعبين عندهم هدف، وده بيبان جدا على اللاعب ان هو مركز او لا، داخل مود البطوله او لا، وايضا الحاله الصحيه للاعبين الحمد لله ما فيش اي اصابه، ما فيش اي اجهاد، ما فيش اي شيء يعني يوتر او يكون لعيب خارج القائمه او خارج اي مباراه. كان في بعض الاحاديث وكانت ناس بتسال على محمد الشناوي حارس المرمى واحمد الشناوي ايضا حارس المرمى. خلينا نقول لك ان محمد الشناوي جاهز بنسبه 100% لخوض مباراه المنتخب الوطني، واحمد الشناوي اللي يعني تعافى من الاصابه اللي كانت موجوده عنده، ولكن طبعا بيدخل بقى في عامل تدريبي عشان يرجع لمستواه الطبيعي ويقدر ان هو يشارك بشكل طبيعي، ولكن كل حراس المرمى جاهزين، والحاله اللي بين حتى حراس المرمى حاله مميزه جدا سواء داخل الطياره او هزار او حتى حديث بينهم وبين بعضهم، هناك حاله جيده جدا بين اللاعبين وبعضهم. وطبعا قاده المنتخب بالتحديد محمد صلاح اللي دايما بيحاول ان هو يكون ليه احاديث مع اللاعبين، بيتكلم معاهم، بيشد من قدرهم، بيتكلم معاهم، يكونوا كلهم على قلب رجل واحد. يمكن الرساله اللي بيوجهها لاعب المنتخب الوطني من هنا وصولا الى القاهره الدعم ثم الدعم من الجمهور المصري سواء على مواقع السوشيال ميديا او على وسائل الاعلام. طبعا الجمهور المصري بيدعم بالتاكيد منتخبنا الوطني، ولكن لاعبين المنتخب الوطني عايزين يحسوا بالروح الموجود عند الجمهور ويحسوا بالثقه اللي موجود عند الجمهور واللاعبين دايما في كلامهم وفي احاديثهم ان هم هيبذلوا قصارى جهدهم على ان هم يادوا بطوله كبيره، ان هم يرجعوا بالكاس. ودايما الحديث اللي بيتكلموا فيه ان احنا ان شاء الله نرجع بالكاس، في الطياره احنا بنتكلم يقولوا ان شاء الله نرجع في اخر البطوله ما نرجعش قبلها، ونرجع يكون معنا كاس ونحتفل في الطياره قبل الوصول الى مطار القاهره الدولي بالتاكيد. والحاله البدنيه والصحيه طبعا جيده جدا. خلينا ناخدك برضه كمان لبعض الاخبار عن بعض المنتخبات العربية والإفريقية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية. يعني هناك منتخبات عربية بتقع في مدن أبعد شوية طبعا من أبيدجان، عندنا منتخب المغرب هيلعب في سان بيدرو على الحدود مع أبيدجان على بعد 5 ساعات تقريبا بالسيارة، هناك منتخب تونس اللي بيقع في آخر الخريطة تقريبا لكوت ديفوار وهو بيقع في الكورغو ديت على الحدود مع دولة مالي، طبعا بعيدة جدا عن أبيدجان على بعد تقريبا 10 أو 12 ساعة بالسيارة. وطبعا المنتخب الجزائري بيقع في المجموعة الرابعة وهو بيلعب في بواكي يعني طبعا عن أبيدجان ب5 ساعات تقريبا، ولكن كل المدن بالتفاصيل. وسألنا السفارة المصرية وسألنا عن بعض المدن وجودتها والإمكانيات فيها والملاعب فيها، ويمكن جات لي بعض الصور من بعض الملاعب هناك. هناك الأجواء برضو مميزة جدا، كوت ديفوار استعدت قبل هذا الحدث بشكل كبير جدا لرصف الطرق ولاستعداد الاستادات كلها في كل المدن بصورة مميزة جدا. طبعا أيضا منتخب الكاميرون اللي بيعيش بقى حالة من الغضب شوية
بعد اعتذار أونانا عن خوض أول مباراة لي مع المنتخب الكاميروني في هذه البطولة. يمكن أونانا كان حريص على التواجد مع مانشستر يونايتد بالتأكيد، لأن مانشستر يونايتد بتخوض يعني فترة صعبة جدا وأزمة في جدول الدوري الإنجليزي، وأونانا فضل أنه يكون موجود مع الفريق، ويمكن ده اللي أغضب شوية الاتحاد. وفي بعض الأخبار والتفاصيل أن ممكن المنتخب والاتحاد يستبعدوا أصلا أونانا من هذه البطولة بعد أن هو رفض أن هو يحضر وتأجل السفر بتاعه لوصوله الى كوتيفوار. وفريق مانشستر يعني بيحاول ان هو يتواصل مع الاتحاد الكاميروني للتوصل لميعاد يصل فيه اونانا يمكن بعد المباراه الاولى، ولكن طبعا لسه ما تحددش موقفه من قبل الاتحاد الكاميروني. طبعا يمكن ايضا منتخب جامبيا اللي كان عنده مشكله في وصوله الى كوتيفوار بعد ما صعدت الطياره اتجاه الى كوتيفوار، كان هناك مشكله بالطائره الخاصه بالمنتخب الكوتيفواري، كان في نقص الاكسجين بسبب ضيق الطائره او صغر الطائره وعدد البعثه الموجوده في هذه الطائرة. يمكن الاكسجين عمل شويه مشكله لبعض اللاعبين، وده خلى يبقى في هبوط اضطراري لطائره منتخب جامبيا عودتها مره اخرى لبلدهم، وحتى الان لسه ما استقروش على ميعاد عوده او صعود الرحله مره اخرى حتى تصل الى كوتيفوار. طبعا ايضا هناك منتخب المغرب اللي وصل من اولى المنتخبات الى كوتيفوار واستعد بشكل قوي جدا، وهو متواجد زي ما قلت لك في سان بيدرو، ومتواجدين هناك في فندق خاص بيهم يعني تابع لسيدة مغربية، وأيضا قاعدين هناك من زمان وفي تركيز كبير جدا. وطبعا كل منتخب بيصل إلى كوتيفوار بيكون ليه جلسة تصوير خاصة، بيكون فيه أيضا زي اجتماع سريع ما بين الكاف وبعض أعضاء الحكام لجنة الحكام وبين المنتخبات، بيطلعوا على كل التفاصيل الفنية والنقاط الخاصة بهذه البطولة. يعني كوان حاولت أشرح لك وأسرد للجمهور معظم التفاصيل موجودة هنا في كوتيفوار واستعدادا لبطولة كأس الأمانة على هذه التفاصيل وهذه المعلومات، لكن هرجع لمنتخبنا. هناك الكثير من النداءات، أولها كان من محمد صلاح قبل السفر لا نشجع ألوان ولكن نشجع منتخبنا الوطني، وآخرها محمد الشناوي على حسابه الرسمي يجب أن يقف الجميع وراء منتخب مصر. هذه الحالة أكيد أنت لمستها من داخل معسكرنا. ده آخر سؤال ليك. طبعا لمست الحالة دي جدا، وده اللي اتكلمت معاك فيه. كل اللاعبين حتى في كلامهم مع بعض بينتظروا ده من الجمهور المصري، كل اللاعبين بيحاولوا ان هم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي او لو في فرصه من خلال مؤتمر صحفي بيتكلموا دايما على اللعب بروح واحده بفانيله منتخب مصر، الفانيله الحمراء اللي هيكون بياخد بيها منتخب مصر مبارياته بالتاكيد. ويعني هناك حاله ايجابيه عند اللاعبين، ولكن بينتظروا تكمله الصوره وتكمله الحاله. زي ما احنا بنشوف دايما منتخب مصر كسب 3 بطولات ورا بعض، كان هناك في هذا الوقت ثقه كبيره جدا من الجمهور المصري، كنا بنبقى واثقين في منتخبنا، واثقين المنتخب هينزل هيفوز على اي منتخب ايا كان اسم المنتخب اللي هيكون خصم لينا، وده اللي بينتظره اللاعبين على اكمل وجه. ويمكن المنتخب الحالي عنده عدد كبير من العناصر المحترفه، عنده عدد كبير من اللاعبين اللي مركزين بشكل كبير جدا. احاديثي مع مصطفى محمد او مع تريزيجيه او مع اي حد من لاعبين المنتخب الوطني لاحظت ولمست جدا الثقافه اللي بقت عند اللاعبين بعد احترافهم، الثقافه اللغويه والثقافه الفكريه داخل الملعب، حتى كان يكون لاعب بروفيشنال في نظام الغذاء بتاعه وفي نظام النوم بتاعه. يعني في اشياء كتير جدا مميزه في لاعبين منتخبنا الوطني، واكيد ممكن الانسجام اللي كان بينقص المنتخب في بعض الفترات بسبب عدم التواصل في المباريات متتاليه بالتاكيد، ولكن في بطوله كاس افريقيا زي ما متعودين المنتخب بيكون في معسكر مغلق، بطوله ان شاء الله تكون طويله، شهر وايام هتكون في دوله كوتيفوار، فان شاء الله تكون هذه الايام يعني ايام خير وتركيز وانسجام بين اللاعبين وبعضهم، وده اللي ظهر بين الجهاز الفني وبين اللاعبين. بطمنك وبطمن الجمهور بالتأكيد. كمان بشكرك شكرا جزيلا زميل العزيز خالد رزق على هذه المعلومات وكم هائل من المتابعة، كل التوفيق ليك وإن شاء الله تكون رحلة موفقة والعودة إلى أرض الوطن بكأس البطولة رفقة المنتخب الوطني المتوج بهذه البطولة. كل الدعم ما فيش شك إن احنا كلنا نؤكد على أن الألوان ملهاش مكان مع منتخبنا الوطني. ما زلنا في تفاصيل منتخباتنا وحديثي عن المنتخب الأولمبي اللي بيستعد للانطلاق معسكره على استاد العاصمة الإدارية، ويستمر حتى يوم 15 يناير الجاري قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الودية الدولية في دبي بمشاركة المنتخبات الأولمبية لمصر والسعودية والإمارات وقطر والعراق. وضمت قائمة منتخبنا الأولمبي 23 لاعبا، وهم طبعا هبدأ من حراسة المرمى، عندنا حمزة علاء وعلي الجبري ومحمد سيحة، خط الدفاع يضم محمد طارق وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس ومحمد حمدي إبراهيم وأحمد محمود وأحمد حسام ومحمد مغربي وأحمد رضا وأحمد أيوب.
اما خط الوسط فيضم كل من محمود صابر واحمد عاطف ومصطفى سعد وعمر خضر واحمد نادر حواش وعمر الساعي وماجد هاني ومحمد شحاته ومحمود جهاد. اما في الامام فمعنا حسام اشرف واسامه فيصل. كل التوفيق لمنتخباتنا سواء المنتخب الاولمبي او المنتخب الوطني، حكايه لن تنتهي. ولكن انتظروني بعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا. مرحب بحضراتكم من جديد، والكلام هيبدأ من عند النادي الأهلي اللي بيستأنف تدريباته الجماعية النهاردة استعدادا لخوض الارتباطات الرسمية المقبلة اللي هياخدها الفريق بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية. ويعقد مارسيل كورة المدير الفني للنادي الأهلي جلسة خاصة مع طبيب الفريق أحمد جبلة للوقوف على حالة المصابين قبل انطلاق مران الفريق. وتضم قائمة المصابين كل من حسين الشحات ورضا سليم وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر. وقرر الجهاز الفني للأهلي تصعيد عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لتعويض الغيابات الكثيرة في الفريق في ظل معاناته من فقدان عدد كبير من اللاعبين الدوليين. إضافة على ذلك هيخضع لاعبو الأهلي لقياسات بدنية واختبارات وزن قبل مران اليوم في بداية التحضير للارتباطات الرسمية المقبلة كما ذكرت بعد انتهاء فترة التوقف. يستعد السويسري مارسيل كولر لعقد جلسة مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط بالنادي لحسم بعض الملفات المتعلقة بفريق الكرة. الاجتماع المنتظر بين كولر والخطيب ولجنة التخطيط هيشهد حسم الموقف بشأن إمكانية إقامة معسكر خارجي للفريق خلال فترة توقف الدوري الحالية والمتزامنة مع إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوتيفوار. هنا يعني هتوقف لمدة لحظات، أكيد حسابات الأندية مختلفة لا يتدخل فيها أحد، وأمنيات الناس في تفكيرهم وقدراتهم للملفات، لكن عندنا في مصر حاجات سياحية كتيرة جدا ممكن نعمل فيها معسكر ونعمل سياحة داخلية بشكل مباشر أو غير مباشر. يعني نادي الأهلي بحجمه وبقيمته لما يتواجد في أحد المناطق، مش هذكر أماكن كتير، ولكن في الآخر لما يعمل معسكر مغلق في مكان ما، بالتالي الناس هتتابع الاهلي اللي بتتابعه بالملايين وكذلك الزمالك اللي هتتابعه بالملايين، هيعمل سياحه داخليه بشكل مباشر او غير مباشر، ولكن في الاخر الامر مطروح على طاوله النادي الاهلي، ولكن دي حاجه من الحاجات اللي ممكن نفكر فيها في الفتره اللي جايه. نروح لنادي الزمالك حيث قرر الجهاز الفني بقياده كابتن معتمد جمال منح اللاعبين راحه سلبيه من التدريبات لمده 48 ساعه على ان يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي. وكان الزمالك حقق الفوز على عثمان طنطا بثمانية أهداف 8-0 في مباراة ودية أقيمت بينهما أمس في إطار الاستعداد للفترة المقبلة. سجل الأهداف عمر جابر وناصر منسي وإبراهيم نضاي 3 أهداف وهاتريك لسامسون إيكونولا، وطبعا 3 أهداف كمان كانت هاتريك. طبعا كل التوفيق لنادي الزمالك في المرحلة المقبلة. مسؤولي نادي الزمالك خلاص بيحطوا بقى الرتوش الأخيرة والنهائية وعلى حل أزمة القيد التي منعت الفريق طوال الفترة الماضية من التعاقد مع صفقات جديدة. هذه الملفات تعتبر أزمة كبيرة في تاريخ نادي الزمالك، خصوصا أن الشوط الكبير اللي قطعه مجلس الإدارة الحالي مع الجهات المختلفة التي تسببت في إيقاف قيد النادي طوال الفترة السابقة. طبعا مسألة القيد مش هتخليك تروح وتيجي يعني، لكن مع الكلام اللي بيحصل أعتقد أن نادي الزمالك قدر أن هو يسدد مستحقات مساعدي البرتغالي جوسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، وبعد كده اشتغلوا على مشكلة الغاني أتشومبونج لاعب الفريق السابق وحق رعاية البنيني سامسون إيكونولا والسنغالي إبراهيم رضاي. لكن يتبقى على مسؤول الزمالك الأزمة الكبرى التي تخص سبورتنج لشبونة البالغة 1.5 مليون دولار، حيث يجتهد ويتواصل مسؤولي نادي الزمالك مرارا وتكرارا مع النادي البرتغالي الى صيغه تفاهم لسندها. وقد تشهد الايام القليله المقبله الاعلان عن حل ازمه القيد الرسمي، وان حلت فيعتبر هذا انجاز قياسي لمجلس الاداره الحالي. مسؤولي الزمالك قفلوا ملف رحيل احمد سيد زيزو، وهنا هقف كتير جدا عند هذه النقطه ومش هاخد من وقتكم كتير. خلال فتره الانتقالات الشتويه وقبل الفتره اللي فاتت كتير من الانديه اتكلمت عن احد اعمده نادي الزمالك الرئيسيه، وهو يعني هيبقى صعب الاستغناء عنه في الفتره الحاليه لان زيزو يعتبر من اللعيبه المميزين في الدوري المصري،
يمكن مجلس اداره الزمالك اعلن انه خط احمر في رحيله، لان الاقتراب منه هيسبب ازمه كبيره جدا في نادي الزمالك، خصوصا الفتره الصعبه اللي بيمر بها الفريق رغم كل العروض اللي جت لزيزو من عدد من الانديه والتحديد السعوديه. مفيش شك ان اكتر من نادي دخل مع زيزو اكتر من كام دخله يعني، وكان خلاص على بعد نص خطوه من انتهاء الموضوع، لان زيزو خلي بالكم بينتهي عقده في 25، فمن حقه في يناير ان هو يروح لاي نادي ويقدر يسيب نادي الزمالك مع دفع شرط جزاء او موعد المستحقات طبعا يناير القادم يعني، ده كان كلامي. فبقى له سنه، فخلاص زيزو الموضوع بالنسبه له يبقى صعب او سهل، فنادي الزمالك لازم يفكر بجديه ان انا لازم لا اما اكمل لا اما ابيع واطلع للجمهور اتكلم بصراحه. فلو بعت هقول بعت ليه، ولو كملت واضحه قوي انت كملت ليه، لان هو واحد من اهم لاعبي الدوري المصري، واحد من اهم الاعمال في الزمالك، وبيصنع الفوارق في كل حاجه عشان بس نكون واضحين. فالملف ده هيتفتح وهيتقفل بعد عوده زيزو من كاس الامم الافريقيه، واتمنى ان الامور تمشي في مكانها ايا كانت النتائج. امبارح انتهت مباراه الجوله الاولى من كاس رابطه الانديه بعد اقامه 3 مباريات. تعالوا نستعرض مع حضراتكم نتائج مباراه الجوله الاولى من بطوله كاس الرابطه اللي شهدت سخونه ونتائج مفاجاه كبيره جدا لاكثر من كام فريق. مدينه المحله قدر يفوز على سموحه بهدف مقابل لا شيء. الداخليه فاز على الاسماعيلي. مودرن فيوتشر يعني تلقى هزيمه من الاتحاد السكندري بهدف دون رد. وكانت الجوله الاولى يعني النتائج متشابهه. زد قدر يعني كان بيحاول ان هو يعوض الخساره الاخيره من طلائع الجيش، لكن طلائع الجيش كان قاسي وقدر ان هو يفوز عليه المره الثانيه في وقت قصير. المصري تفوق على المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء. الجونه رجع من بعيد وفاز بعد خسارته في بدايه المباراه من البنك الاهلي بهدف، وفاز ب3 اهداف، وكانت مباراه كبيره جدا. سيراميكا كليوباترا بيقدم عروض بعد عودته من كاس السوبر، وكسب انبي بهدفين مقابل لا شيء. وفي نفس الوقت فاركو برضه بيقدم كورته الحلوه وقدر يتعادل مع بيراميدز، برغم ان كان فاركو كان متقدم لكن بيراميدز في الاخر رجع واستعاد عافيته. امبارح نادي الجونه قدر زي ما قلت لحضراتكم يقدم مباراه كبيره ويحقق فوز كبير جدا على نادي البنك الاهلي بنتيجه 3-1 بعد ما كان خسران في النتيجه 1-0. تعالوا نشوف بعض اللقاءات بعد المباراه وردود افعال لاعبي الجونه وجهازهم الفني المميز بقياده الكابتن علاء عبد العال، ونرجع لحضراتكم نكمل الحلقه. بقول الحمد لله طبعا، يمكن باللعب البنك الاهلي وكنا لسه ملاعبين من اسبوعين فعلا وفوزنا عليه في الدوري، وده اللي انا حذرت بين اللعيبه، قلت لهم ان هم جايين عندهم دوافع طبعا ان هم يعوضوا الهزيمه. طبعا بنلعب النهارده واحنا ناقصين برضو اللاعبين، يعني كان مهم جدا ان احنا ننجح النهارده عشان نقول للعيبه ان احنا من غير اي لعيب مهما كان مؤثر نقدر نشتغل، وده كان فبقول الحمد لله. خساره الشوط الاول كنا نستحقها لان كنا وحشين جدا، البنك الاهلي كان افضل. الشوط الثاني لا، احنا يمكن عملت تغييرين بين الشوطين، قدرنا نمسك الملعب بشكل جيد، جبنا جول بدري ده كان مهم قوي ان احنا نتعادل بدري، قدرنا نجيب الثاني والثالث، يمكن الرابع اتلغى برضه ما اعرفش اتلغى ليه. ضيعنا فرص كتيره جدا، انفرادات من محمود لاعب صغير وظهر من خلالنا، يمكن طلع اكتر من مره قبل كده ما ظهرش، ما كانش بيلعب في الانديه منها نادي فاركو، فكنا يظهر في الجونه ويشتغل بالشكل ده ويتم انضمامه منتخب الام برغم صغر سنه، يعني اقل مواليد 2001 وهو 2003. فاعتقد دي حاجه تحسب لنادي الزمالك. اكيد محتاجين مراكز، يعني مش اقل من 5 أو 6 لعيبه هنحتاجهم خلال الفتره اللي جايه، والاداره متفاهمه ولازم ندعم، لان انا برضو يعني زي ما انت شايف انا بستعين بالاولاد الصغيرين ولعيبه بقى لها فتره ما لعبتش، فان شاء الله يعني في ماشيين بخطوات هاديه ان احنا نقدر نجيب لعيبه تضيف وتبقى اضافه لفريق جونه مع اللعيبه اللي موجودين. والله الحمد لله، اول حاجه الحمد لله على الاداء ثم النتيجه. الشوط الاول ما كناش احسن حاجه، يعني كنا نازلين عشان عارفين ان هم نازلين مشدودين، والهواء برده في الشوط الاول كان مضايقنا، فاحنا كنا عارفين ان البنك الاهلي نازل، احنا كسبناهم في الدوري فعارفين ان هو نازل هيبقى نازل يبقى هو عايز يكسب، فاحنا الحمد لله يعني قدرنا نعوض. دي المره اللي فاتت برده كانوا هم كسبانين واحنا عوضنا، فدي حاجه كويسه. فالحمد لله يعني نادي الجونه دلوقتي الناس بدات تبص عليه، اللي هو النادي بدا يكسب ونتعادل مع الاهلي وبنلعب مع الفرق الكبيره عادي جدا، فده يعني الحمد لله يعني، وكابتن علاء عامل معانا شغل كويس جدا يعني. والله الحمد لله المنتخب الاولمبي ده شرف لاي حد طبعا، هو المنتخب الاول
فشرف لي ان انا موجود في المنتخب الاولمبي. اولمبياد باريس حاجه مهمه طبعا. طبعا دي يعني كل الناس بتحلم بالموضوع ده، فالحمد لله. تاني حاجه موضوع نادي الزمالك، اكيد طبعا نفسي ارجع النادي، بس في نفس الوقت الناس هنا هي اللي خلت احمد محمود يظهر للناس، ويعني الناس دي فوق دماغي، والناس دي قالت خلاص انت معانا، فانا خلاص قفلت الموضوع وانا مكمل، وباذن الله كده كده بتاع نادي الزمالك، فكده كده نهايه الموسم ان شاء الله كده كده موجود يعني. والله الحمد لله، طبعا كل واحد بيبقى محتاج الفرصه دي، طبعا فرصه زي كاس العالم للانديه، زي كاس العالم كذا رابطه وكده، بيديك فرصه ان انت تتشاف اكتر وتاخد مكانك في الفرقه وتاخد تحط رجلك عشان تلعب في الدوري، وبس الحمد لله على كل شيء. ان شاء الله انا شايف السنه دي ان شاء الله نعمل حاجه كويسه في الدوري، دي اهم حاجه، اهم حاجه الفرقه، بس الحمد لله يعني على الاداء وعلى المكسب وعلى كل حاجه. بين كل وقت والتاني بيظهر عدد كبير من اللاعبين الشباب، لو ركزنا معهم اكتر هيبقى معاهم في مكان تاني بصراحة، لان انا بشوف بعض العناصر الشابة المتحمسة اللي بتتكلم كويس وبيرد كويس، فده ان دل عن شيء فدل عن تطور الرياضة المصرية في الفترة الاخيرة، وده شيء مشرف. في المقابل كان عندنا مباراة لفاركو امبارح اللي قدم مباراة كبيرة امام بيراميدز، ولكن اتعادلوا في الاخر بهدفين مقابل هدفين بشكل ايجابي. اتقدم فاركو ولكن في الاخير بيراميدز رجع في اخر المباراة. كابتن احمد خطاب قاد الفريق من وقت قصير بعد رحيل كابتن خالد جلال اللي تقدم باستقالته بعد الهزيمه الاخيره امام الاتحاد السكندري بثلاث اهداف مقابل هدف. تعالوا نسمع راي وكلام كابتن خطاب بعد التعادل الايجابي وهو القائم حاليا باعمال المدير الفني لفاركو، ونرجع لحضراتكم. انا النهارده النتيجه طبعا ما كنتش اتمنى انها كده بعد ما تقدمنا 2-0 على فرقه كبيره زي بيراميدز، ولكن انا كان الغرض الاولاني ان احنا نجمع نفسنا تاني وان احنا نستعيد الثقه واللاعيبه تستعيد الثقه تاني بعد فتره عدم التوفيق اللي فاتت. حابب في البدايه اشكر كابتن خالد جلال جدا، هو وكابتن كوندي، الناس دي تعبت معانا جدا جدا، كان بيحالفهم سوء توفيق، انا بكمل على شغلهم، اتعلمت من كابتن خالد كتير جدا، شغال على نفس المبدا. الحمد لله اللعيبه بدات تستعيد الثقه بنفسها تاني، حاولت ان انا افصلهم عن الدوري خالص واقول لهم دي بطوله احنا بنطمع فيها زي ما اي حد دلوقتي بيطمح فيها، فالحمد لله ادينا ماتش معقول كويس، بعض الاخطاء بسيطه تسببت ان احنا يجي فينا جونين في وقت صغير، ولكن المجمل انا بشكر عليه اللعيبه جدا. الموضوع مش موضوع لياقه خالص، هو الموضوع موضوع تنظيمي، حصل خلل من بعض الناس في بعض الامور التنظيميه، اما يحصل خلل في اي حاجه تنظيميه من اول الفرويد لحد الجون قدام فرقه كبيره زي بيراميدز لازم تتعاقب، وده اللي حصل، ولكن قدر الله ما شاء فعل احنا هنشتغل تاني وهنحارب على ان احنا نحقق البطوله، وده هدفنا، وانا متعاهد مع اللعيبه على كده ومع اداره النادي. النادي بيوفر لنا كل حاجه، لعيبه عايشه في جو هادي، جو يتمنى اي لعيب كوره، وهم رجاله وقد المسؤوليه. كمان كان في مباراه كبيره جدا بين فريق سيراميكا كليوباترا وانبي اللي فاز فيها سيراميكا بهدفين مقابل لا شيء. معانا مجموعه من اللقاءات، لكن خلوني اتكلم بصراحه عن كابتن ايمن الرمادي اللي بيقدم عروض كبيره جدا في بسم الله الرحمن الرحيم. بقول الف مبروك لنادي سيراميكا هارد لك، لفرقه انبي وكابتن تامر، عاملين ماتش كبير وعاملين جيم كبير بلعيبه صغيره، فرقه محترمه وليها مستقبل كبير. احنا النهارده للاسف ما كناش في احسن حالاتنا، ده اول ماتش لينا من فتره في مصر هنا بعد الرحله بتاعت الامارات، يعني الدنيا ما كانتش مظبوطه النهارده، ما كانش اللعيبه في احسن حالاتهم، يعني يمكن الشوط الثاني ابتدوا يدخلوا في جو المباراه. الفرص اللي بتضيع دي احنا بنعاني منها وعانينا منها برضو في بطوله السوبر في ماتش بيراميدز، يمكن
هنشتغل عليها، ما ورناش حاجه غير ان احنا نشتغل. اللعيبه عارفه ان هي ابطال البطوله دي، وكان البطل السنه اللي فاتت، وبطوله مهمه بالنسبه لنا. الاداره مهتمه بيها جدا، واحنا كجهاز مهتمين بيها جدا، واللعيبه نفس الكلام. بس احنا محتاجين ان احنا نركز اكتر في المباريات الجايه، نبقى احسن من النهارده. يعني هو يمكن الهدف اللي في البدايه ده اللي خلى اللعيبه، عارف انت بالبلدي كده، اللعيبه ريحت اول الجون في اول دقيقه في الماتش، خصوصا هم شايفين فرقه ام بي مش يمكن مش كامله بالسكواد بتاعها، ريحنا اكتر. ابتدت الماتش الكور الثابته ومثلت خطور علينا شويه، لكن بين الشوطين الكابتن اتكلم معاهم وهداهم، خلينا نلعب لعبنا، الاستحواذ بتاعنا، الاداء بتاعنا، ما نستعجلش. الفرصه اللي هتيجي ممكن نضيع واحده بس نجيب الثانيه. جهاز محترم، جهاز انبي بنكن لهم كل احترام. الماتش خلص خلاص، كل حاجه كانت شدت الماتش، انت عارف هم مع الحكم، احنا دخلنا كده في النص، حصلت شويه مناوشات، لكن بعد الماتش خلاص كسبان او خسران بترجع الامور لنصابها، وبنكن لهم كل احترام كابتن تامر كل منظومه انبي. هو الماتش كان يعني في اوله فعلا احنا جبنا جون بدري، ده ادانا برده زي شيء من الاطمئنينه. يعني بعد كده احنا في كام كره لو جبناهم جون الماتش هيبقى 2 و3 وماتش هيفتح. فبرضه هم برضه لما احنا جبنا جون في الاول فرق معاهم، اداهم معنويات وخلاهم عندهم روح وكده. والله وتعليمات طبعا، يعني احنا دايما اهم حاجه النظام يعني في الفرقه، وكل ماتش هو نفس يعني نفس السيستم. يعني ما بنعشش عشان هنلاعب فرقه مثلا انبي او لاعب الاهلي لاعب الزمالك، هو نظامنا سيستم واحد. المكسب والخسارة عنوان لأي مباراة، يمكن ده اللي لمسته من تصريحات أغلب اللاعبين، لعبت أهلي، لعبت زمالك، لعبت بيراميدز، أيا كان المنافس، ولكن في الأخير قدم اللي عليك ونتائج في الأخر ستحسن بعد 90 دقيقة. ما زلنا في متابعة لقاءات كتيرة النهاردة، عندنا 7 مباريات في دوري القسم الثاني ب في الجولة 10 للمجموعة الثالثة والرابعة. في الثانية والنصف عصرا ستكون تلك المباراة كالتالي، في المجموعة الثالثة يلتقي كل من جنوب سيناء مع مركز شباب العريش، العبور مع الشمس، النصر مع المريخ البورسعيدي، المستقبل سبورت مع منتخب السويس كما ذكرت في نفس التوقيت الكل في 9:30. نروح للمجموعة الرابعة حيث يلتقي كل من كهرباء الإسماعيلية مع إسترن كومباني، مصر للتأمين مع الإنتاج الحربي، تيم اف سي مع اتحاد الشرطة، وأؤكد تاني كلهم الساعة 2:30. عندنا مجموعة من الأخبار تخص القسم الثاني ب، حيث قررت لجنة المسابقات بمنطقة الأليوبية برئاسة الكابتن أشرف حمد وعضوي جمال محمود وأحمد الجمل وتحت إشراف محمد طه المدير التنفيذي للمنطقة اتخاذ بعض القرارات الرادعه، وانا متفق تماما جدا لهذه القرارات لفرض النظام داخل المسابقه، حيث قررت ايقاف كل من محمد حسن عبد الفتاح مدرب شبين القناطر لمده 8 شهور وغرامه ماليه 10,000 جنيه ليه؟ لطرده وضرب الحكم في واحده من الحاجات والظواهر اللي احنا مش بنحبها، خلال لقاء شبين القناطر مع مركز شباب الرمله بدوري القسم الرابع. طبقا لتقرير الحكم والمراقب مع انذار نادي شبين بقى القناطر بنقل كل مبارياته خارج الملعب، استقرر الامر تمام. تم ايقاف اللاعب مصطفى مجدي لاعب سكه حديد ابو زعبل لمده 8 مباريات وغرامه ماليه 5,000 جنيه لطرده، يعني لسب وتهديد ومحاوله الاعتداء على الحكم. الواحد مش حابب يقول الكلام، ولكن في الاخر ده واقع بنعيشه. وإيقاف محمد راشد فؤاد مدرب الفريق لمدة 8 مباريات وغرامة مالية برضو 5,000 جنيه كمان، كما تم توقيع غرامة مالية على نادي أبو زعبل ب 10,000 جنيه ونقل كل مبارياته خارج الملعب، واعتماد نتيجة مباراة سكة حديد أبو زعبل مع مركز شباب أها بفوز أها 2-0، ومنع تامر عيد عضو مجلس إدارة النادي من حضور المباريات والتواجد بالملعب، وأحالة أمره إلى اتحاد الكرة. طبعا قرارات مهمة جدا لفرض النظام داخل المسابقة والتصدي لكافة التجاوزات. كرة القدم بتلقي متابعة كبيرة جدا بكافة درجاتها، فلازم كل لاعب أو مدرب يكون نموذج يحتذي به كل الناس، وتكون تصرفاته محسوبة ومدركة. عشان كده كل التحية لكل شخص شارك في اتخاذ هذه الإجراءات الصارمة. مشاهدينا الأعزاء تسمحوا لنا فاصل قصير، ابقوا معنا. مشاهدينا الاعزاء برحب بحضراتكم من جديد، وكلامنا عن اهم وابرز مباريات اليوم، والبدايه مع ربع نهائي كاس ايطاليا
حيث يستضيف يوفنتوس في تمام الساعة 10 مساء فروسينوني في لقاء كبير جدا. أتمنى للمشاهدين متابعة طيبة. دلوقتي وصلنا لآخر فقرتنا وهي فقرة وان شوت. امبارح حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني محمد الشناوي وجه رسالة مهمة للجماهير المصرية قبل خوض منافسات أمم أفريقيا بكوت ديفوار. وقال الشناوي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: لا يوجد ألوان أو انتماءات سوى لمنتخب مصر، فلكم منا كل الاحترام والجهد والتضحية. وأضاف: لا نطلب سوى الدعم والمساندة التي لها أبلغ الأثر في نفوس لاعبي منتخبنا الوطني. وأتم رسالته قائلا: لا صوت أعلى من صوت أم الدنيا، فريق وجمهور واحد. رسالة واقعية ومنطقية من كل لاعبي المنتخب، وتأكيد على أن منتخبنا هو لونه واحد. إن شاء الله متجمعين مع منتخب مصر هنملى شوارع مصر بالفرحة والسرور في كل مباراة. كل الدعم لمنتخبنا الوطني في هذه الرحلة إلى أن يعود إلى أرض الوطن حاملا كأس البطولة. كلنا عندنا ثقة في هذا المنتخب وجهازه الفني. كل الدعم أكيد شفتوه بيحصل، وهنكمل معاكم هذا الدعم لأن نرى كأس العالم في دولة اتحاد الكرة. مشاهدينا الأعزاء، انتهت أخبارنا وانتهت حديثنا، ولكن في هذه الرحلة اللي دايما احنا بنأكد عليها كأس الأمم الأفريقية، هذه البطولة الغالية والمحببة لهذا المنتخب الأكثر تتويجا لهذه البطولة، عاوزين نتمنى إن شاء الله يا شباب بإذن الله. مشاهدينا انتهت أخبارنا ولكن انتهى حديثنا. أشوفكم على خير ودايما بالخير في أخبار وطيب.